آخر من الفوائد في هذا الحديث، قال الحافظ ابن رجب: وجمهور العلماء على أن من تاب من ذنب فالأفضل أن يستر على نفسه. إذن من أتى بذنب فعليه أن يستر على نفسه ولا يقر به عند أحد. هذا مذهب الاعتراف، أن تأتي إلى عابد أو عالم وتقول له: أنا أريد أن أعترف بذنبي حتى يغفر الله لي. هذا مذهب من؟ النصارى والعياذ بالله. أما نحن أمة الإسلام فمن ارتكب ذنبا فعليه أن يستر على نفسه. وعندما جاء ماعز رضي الله عنه وقال: يا رسول الله طهرني فإني قد زنيت، أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أعرض عنه. ثم جاء الثاني وقال: يا رسول الله إني قد زنيت طهرني، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أصل إيش؟ استر على نفسك وتب إلى الله. ثم جاء وقال: يا رسول الله طهرني فإني قد زنيت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك قبلت. قال: لا. قال: لعلك فأخذت. قال: لا. فقال: يا رب. قال ثم بين، قال: كما يجعل الدلو في البئر. ففي قصة طويلة يأمره فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن يستر على نفسه، ومع ذلك أبى إلا أن تقام عليه الحد حتى يطهر، حتى يضمن أن ذنبه قد رفع. ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحسنت يا ماعز، لا، أعرض عنه حتى يبين لك أن الأفضل أن تستر على نفسك وأن تتوب إلى الله. إذا قال الحافظ ابن رجب: وجمهور العلماء على أن من تاب من ذنب فالأفضل أن يستر على نفسه ولا يقر به عند أحد، بل يتوب منه فيما بينه وبين الله عز وجل.